هنتكلم النهارده على الابار الاي اس بي او الالكتريكال سبميرسبل بامب. زي ما احنا شايفين طبعا ده شكل البير الاي اس بي قدامنا. فالنهارده هنتكلم عن البايبنج كونكشن والبايبنج هوك اب الخاصه بكل بير. فعندنا طبعا الابار بتنقسم نوعين، اما اي اس بي او سكرود بامب. فالفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم فيه على سكرود بامب. زي ما قلنا عندنا اول حاجه الفالف الاحمر ده التشوك هولدر اللي المفروض ان هو بيابزورب الصدمات من الفلو اللي خارج من البير دايركت يعني. وبيطلع عندنا التشوك هولدر بيبقى 3 بوصه، ريديوسر 3 في 4، والويل هيد كونكشن بتبقى 4 بوصه زي ما حضراتكم شايفين كده الجزء الهوريزونتال. وبيطلع منها ايه حاجه اسمها سيركوليشن لوب. السيركوليشن لوب دي بتبقى متوصله دايركت على الكريسماس تري بحيث انها بتساعد في الانتاج اللي خارج من البير، ان انا بيبقى حاجه اديشنال ان انا اخرج منها الفلو. وبتبقى فيها مجموعه محابس وعليها بريشر جيجز ان انا اقدر اشتغل بيها او اعمل فيها كنترول. الويل هيد زي ما احنا شايفين بيبقى متوصل عليه مجموعه من الكونكشنز، يا اما بريشر جيج وتمبريتشر جيج، وبيبقى عندي كونكشن خاصه بالكيميكال انجكشن ان انا بقدر اعمل حقن المواد الكيماويه لمنع الكروجن والتاكل داخل الخط، وده بيبقى حمايه للبايب لاين من التاكل يعني. وبيبقى عندنا هنا حاجه مهمه قوي اللي هي السامبل بوينت اللي احنا شايفينها قدام حضراتكم دي السامبل بوينت. دي السامبل بوينت اللي انا اداره المعمل او لما بيحب ياخد عينه من البير عشان يحللها ويعرف كميه الميه قد ايه والزيت قد ايه والكواليتي بتاعت الزيت وكده، فلازم اخد عينه من الخط. فقدامنا ده شكل الويل هيد كونكشن كلها، وده بلاتفورم بحيث ان انا اقدر اطلع اتحكم في البلوف اشوف التمبريتشر جيج والبريشر جيج وكل حاجه. وهنا بكمل الفلو لاين بيمشي اتجاه ان هو بيروح لحد المانيفولد اللي انا بقدر اجمع فيه كميه الابار من الاريال اللي انا شغال فيها. بكده نكون اتكلمنا عن الاي اس بي بامب، والى اللقاء في سكرود بامب.